السلام عليكم، انا مسرار فاطمه، عامله من العاملات ديال خمسه الشركات اللي مطرودين تعسفيا من طرف السنوسي. كان الطرد ديالنا كان بين 2009 حتى 2013، حنا تقريبا حوالي 5000 عامل وعامله تم الطرد ديالنا تعسفيا بالتوالي، كل مره شركه كتسد. حنا نهار الاول مشينا نطالبوا بالحقوق ديالنا، طالبنا بالحقوق ديالنا، درنا المسطره القضائيه، القضاء انصفنا يعني حكم لصالحنا، صدرات لصالحنا احكام بالتنفيذ باتباع داك سميتو المنقولات ديالو، وعن ناخذوا حنايا الحساب ديالنا، اي تقسم علينا داكشي. الحمد والشكر لله. المحكمه انا باقا كنقولها، المحكمه نصفاتنا، ولكن المشكل اللي عندنا هو في تنفيذ الاحكام، الاحكام اللي ما كتنفذش، اللي فيها تدخلات، ماشي ما كنقولش تدخلات، تداخلات يعني ملف مع ملف مع ملف. اليوم كندير وقفه امام السلطه القضائيه باش تدخل لينا في تنفيذ الاحكام اللي صادره لصالحنا. كان عندنا مشكل اننا واحد ممثل ديال العمال وممثل ديال السانديك وممثل ديال مؤسسه بنكيه، يعني كيف يعقل انه غادي يدافع عليا انا ويدافع على على الخصم ديالي فوقيته وحده؟ صدر لصالحه انه كانت عنده أولوية أنه بالنسبة للمنقولات وهذا ياخذ هو الأولوية. الحمد لله أننا درنا واحد كان واحد الحكم ولينا في المرتبة الأولى، ملي ولينا في المرتبة الأولى دابا حنا عندنا مشكل ديال تنفيذ الأحكام، هذا هو المشكل اللي عندنا. راكن كيفاش بغيتو نحنا غنتسناو غلاء الاسعار بلا ما نزيدو على غلاء الاسعار؟ العمر ديالنا اننا حنايا دابا ما يمكنش نمشيو نخدم في شي بلاصه اخرى، انا ولا غيري ولا هذا. كاين اللي كانت خدامه هي والزوج ديالها، كاين اللي الوليدات ديالهم بعدا. حنا اصلا هذا الملف هذا كاين اللي خلاها جاتها الاعصاب ماتت، كاين اللي جاها مرض السرطان، كل واحد هادشي ديال الله، ولكن كيكون كتكون هادو اسباب من هاد الاسباب هو هذا الطرد التعسفي، هو هذا النهار اللي وقف لينا حنا مول الشركه وقال لينا سيروا دعيوني راه ما غتاخذوا حتى حاجه من مورايا. عرفتوا انا راه عندي الفلوس اللي غتوكلني انا وولادي وولاد ولادي. حنا بدينا معاه في شركه كان كيخلصنا في الطاسه، في الطاسه كيعطينا الصرف ديالنا في الطاسه، يعني حنا بدينا معاه ما عنده حتى حاجه. ملي دار شركات ولات الابناك متدخله ولا هذاك سميتو، حنا ما حسدناش الله يزيدو، ولكن كنتمناو كل جلس معنا على الطبله وقال لنا يعطي كل ذي حق حقها، كل واحد يعطيها شنو اللي جاها. شي واخا تجيني غير 100 درهم انا قانعه بها، حيت هذاك هو الحق ديالي، انا ما كنطولش على الحق ديال الاخر، إيه الحق ديالنا ناخذوه. السلام عليكم. حنا اختي كنا خدامين في قطاع الناسيج في حي الصناعي في تقدم، بحيث واحد النهار تلقينا راسنا مطرودين، كنا خدامين عادي، عطاونا كونجي، حتى واحد النهار لقينا راسنا مطرودين، علاش؟ ما عرفناش علاش. المهم شنو نقول لك، كنا خدامين والحمد لله كنا معاونين على الزمان، ويعني هازين اسر، وكاين الناس اللي كاين اللي راجلها مسكين ما خدامش وهي خدامه. المهم شنو نقول لك، شتت اسر وشنو نقول لك، زعما بهذه المعيشه اللي حنا ولينا عايشين دابا، لا اله الا الله محمد رسول الله. وشنو نقول لك، يعني حنا كنطلبوا غير بالحق ديالنا، هادشي اللي كنطلبوا، ما كنطلبوا حتى شي حاجه، غير يعني يعطينا غير الحق ديالنا وصافي، هادشي اللي كنطلبوا به. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. المستجد هو ربما العديد من المنابر الاعلاميه تتعرف بالمشكل اللي عندنا حنا. المشكل اللي عندنا حنا هو مجموعه شركات السنوسي للنسيج. هذه الشركات كلها تقريبا ما يعادل 2500 عامله وعامل، ملي تنقولوا عامله وعامل اغلبيه ديال الناس الكونفيكسيون تيكونوا عاملات، مطرودين تعسفيا بين 10 سنين، اقل شركه 10 سنين واخر شركه اول شركه تقريبا 15 عام. لحد اليوم حنا عندنا طول الزمن القضائي في تنفيذ الاحكام القضائيه الصادره باسم جلاله الملك، اللي عطاتنا حنا الحق باننا حنا مطرودين تعسفيا، وعندنا واحد مبالغ ماليه محترمه اللي سوا ديزون خصها تنفذ. الى ذلك عندنا تمديد المسطره في حق المسير الفعلي. اليوم جينا لمجلس على السلطه القضائيه ماشي من اجل تنفيذ الاحكام، ولكن من اجل نشوفوا المسار ديال مجموعه من اللي بالنسبه لنا حنا كعاميه ديال الشعب تتبنى عراقيل، بحال ملي تنهضروا مثلا على البيوعات بغينا نبيعوا تلقاو الشاري ما تتبعش ليه المحكمه، تنقولوا علاش؟ حنا بالنسبه لنا كعامه الشعب ما تتعرفش علاش. هذه الاولى. ثاني حاجه بالنسبه لنا، كاين البارح نهار 2 صدر حكم قضائي لصالح واحد المحامي ديال الابناك في تضارب المصالح، لانه اون طون كان محامي ديال البنك ومحامي ديال المسطره في شخص السانديك. صدر الحكم باش يحزنا على واحد المبالغ اللي هي مهمه من صندوق المحكمه. هذا الحكم في الاخر لا مشات تفعل، معني تبنى العمال
هادشي كامل اللي صبره مبقاوتي تسالو والو، حتى دوك الفلوس اللي كنا تنشرو خيرا بانها تتفرق في القريب العاجل غادي يحز عليها المحامي وما غاديش يبقى من حق العمال. نتمنى في الحديث ديالنا مع الناس ديال السلطه القضائيه، نتمنى باش هاد نلقاو اذن صاغيه ويتحط هذا الملف من جديد على طاوله ديال 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 الجديه فسميتو اللي ضافت لك. حنا في تمديد المسطره عندنا تمديد المسطره في حق المسير الفعلي، المسير الفعلي راه عنده تبارك الله اللي تحرق ما يتم، على الاقل كون دخلت الدوله راه كان يمكن كان بامكانها تمشي وتشوف هذا السيد هذا ويجي وتفاوض مع هاد العمال، لان الحلقه الضعيفه راه هي العمال. وتحيه للمنابر العمل الحره وشكرا لكم بارك الله فيكم. شوف اختي راه لا راه راه را مني كان بنادم عنده واحد الصالير فيكس، كان واحد واحد واحد, واحد بنادم عنده واحد الصالير فيكس تيدخل على ولادو لقمه العيش راه كان عايش كريم. دابا الاغلبيه الناس راه خدامه في نامبورك، وراه الاغلبيه اللي هنا المخيره فيما تلقاها خدامه في فاند ميناج عند ها، وكاين اللي مسكينه ما لقى وكاين اللي مسكينه ما لقاش حتى الخدمه باش تخدم. وتا شوف اي واحد منا حنا دابا نقول شكون هذا اللي يخرج اليوم من الخدمه وغير يلقى غدا خدمه اخرى؟ راه البلاد عارفينها كي دايره، ولكن الاغلبيه الناس راه مكافين. علاش؟ لان حنا الحمد لله عندنا واحد الايمان يقين في الله سبحانه وتعالى، لان من تفيق مع الصباح تقول سبحان الله والله ما فتح لنا فتح مبين، الله سبحانه وتعالى تيعاون الناس هادو. والاغلبيه الناس هنا راه عايشين بالتكافؤ، راه شي تيعاون شي. حنا راه الواقع ديال الاسره المغربيه هي هادي، تلقى واحد خدام على 40 وناطي يجلس ذاك واحد 40 كلهم ساكنه تيبقاو تيترجاو الله في شي واحد يبان، وما شاء الله وشكرا لك. وقفوا على حقنا حيت حقنا ما بقى باباش يتعطى لينا من 2013 وحنا واقفين حتى حاجه ما بانت. كل واحد كل مره كيقولوا لنا نفس الهضره، شي حاجه ما شفناهاش. اليومين هذا راه ما جينا حتى صافي وصلت لينا لواحد الله اللي عالم بينا، ربي هو اللي عالم بينا. حنا شنو نقول لك؟ انا ضربه معاهم 23 عام، راه من 2019 قولي ولا سميتو انا معاهم حتى 1000 حتى فاش تسدات الشركه. وما كناش كاع اسات عندنا الشركه تسد، راه خرجنا عطله حتى تنتفاجئوا ان الشركه تسدات. حنا على اساس راه حنا عطله. واش غنقولوا؟ الله ياخذ الحق. ما خداونا عطاونا شنو خصنا نشدوا المستحقات وحتى حاجه لحد الان خدينا واحد شي حاجه بسيطه، ولكن داك اللي شدينا راه ما كتساوي حتى حاجه قدام داكشي اللي عندنا. حنا يعطينا غير رزقنا، حنا بغينا غير رزقنا منه، راه ما عمرنا باقي غادي نوقفوا هنايا ولا نمشيو شي بلاصه، حنا بغينا غير رزقنا. الناس راه مراد، الناس راه كاينه مسكينه اللي ما لاقيهاش حتى باش تحرك غير من هنا لهنا، تلقاها دابا باش جايه لهنا تلقاها تسلفات باش تجي في طاكسي او في طوبيس باش تجي لهنا توقف باش نشدوا غير حقنا. حنا راه ما بينا منا حتى شي حاجه، بغينا غير حقنا. كيف كنا كنضربوا معاه تماره ومسامحين في والدينا وفي ولادنا، يعطينا غير حقنا، راه ما بغينا منه حتى شي حاجه، يعطينا غير حقنا. حيت الشيء اللي كنتسالوا منه، حيت ضربنا معاه تماره. كنضربوا بالمجالس الداخليه، يعني راه خدمه كنا خدامين مزيان. ما عرفناش كيفاش تيقولوا راه شد راه تسد الشركه، ما حنا ما فراسناش. حنا عطانا عطله كيف مولفين كنشدوها في داك الشهر، ملي كنجيو كنتفاجئوا كنلقاو الباب الشركه مسدود علينا.